رئيس لجنة النزاهة النيابية وكذلك رئيس كتلة وطن النيابية، أرحب بجنابك في متناول يد اليوم. أهلا وسهلا بك ومرحبا. حياك الله. شنو أخبار كتلة وطن؟ اعلنتوها وبعدين لا شفنا وطن ولا شفنا كتلة. لا، الوطن موجود، الوطن ما يروح أكيد. يعني موضوع الكتلة هي تشكلت يعني حديثا وتشكلت من مجموعة من النواب، وأنا أساس ما كانت مندفع حقيقة لهذه الكتلة. ولكن أنت رئيسها ما مندفع. لكنه بعض الأخوة النواب اللي جو حاولوا إنه يشكلون كتلة نيابية، اتفقنا أن تكون هاي الكتلة خاصة بمجلس النواب، ما لها علاقة بالقضايا الأخرى، ما لها علاقة بانتخابات قادمة إلى آخره. فصار الاتفاق بهذا الشكل. يعني ما نخفيك، الكتلة غير فعالة لحد هذه اللحظة، فعاليتها قلت بشكل كبير. ولكن احنا نشوف الاوضاع السياسيه الان ما مواتيه انه تدخل كتله صغيره وتقدر تنافس هاي الكتل الكبيره بهذه الطريقه، لكن احنا الان نعمل، يعني احنا ما قاعدين بصراحه. نعم. مو فاعله ولا قدمت شيء باعتراف رئيسها، شنو السبب الاساسي؟ سبب بها هي ككتله، هي مو لو سبب الوضع السياسي لو شنو بالضبط؟ هو بالاساس عمل هاي الكتله ما كان عمل سياسي بحت، فقط في موضوع مجلس النواب. القوانين نتفق على التصويت، القوانين اللي نشوفها مو من مصلحة البلد ما نصوت عليها. هذه الاتفاقات هذه ماشية لحد الآن، لكن هذه مو ظاهرة للعيان. يعني كصحفي حضرتك أو كناس ما راح تفهم أنها شنو اللي نسوي داخل مجلس النواب. هذا اللي نسوي فقط. شنو ضرورتها لعد؟ يعني شنو ضرورة أنه أنا أروح أسوي كتلة وهي مو كتلة سياسية، هي كتلة تتعلق في مجلس النواب تحالف نيابي؟ كتلة حتى يكون لك قرار أنت وحدك تقدر تتصرف، ما يملي عليك أحد، لا أكثر ولا أقل. وكان كتلة مجموعة من الأخوان المستقلين اللي جمعوا في هذه الكتلة، لا أكثر ولا أقل. بس حضرتك مو مستقل. لا، ليش مستقل؟ أنا عضو في دولة القانون، بالتالي مو نائب مستقل دخل البرلمان كونه مستقل. أنا حتى في دولة القانون نائب مستقل. أنا هاي دورتين، أنا الدورة الأولى في دولة القانون مستقل، ما زلت مستقل. الدورة الأولى من عن كتلة حزب الدعوة تنظيم العراق، ولا وحتى هذه الدورة كنت على تنظيم العراق في ترشيح. أنا ما قاعد أفهم شلون نائب أو مرشح مستقل يدخل ضمن كتلة حزبية. ليش؟ كل المستقلين يعملون الآن مع الأحزاب، هذه طبيعية جدا. الترشيح لما تتقرر وين تريد تروح ترشح، بس بالأخير أنت تلتزم بنظام الكتلة وبوضع الكتلة في داخل مجلس النواب، وأنت نائب عن هذه الكتلة، وين الاستقلالية بالموضوع؟ تلتزم بالأهداف العامة اللي أنت موافق عليها للبرنامج هذه الكتلة. ما تلتزم في كل تصرفات الكتلة ولا في كل ما يأمرونك وأنت تنفذ للتصويت، هذا ما نعمل عليه إحنا، وليس في هذه الدورة. حتى في الدورة الماضية نفس الشيء، كانت تصويتاتي أنا حر في تصويتاتي وأصوت مثل ما أريد، ولكن ملتزم مع الكتلة في القضايا الاستراتيجية، في القضايا العامة بالتأكيد. أنا كنت عمليا معك. الآن أنت خارج دولة القانون؟ يعني تقدر تقول أنا مع دولة القانون، مو مخارج. مدى أفتهم وشنو كتلة وطن وشنو مع دولة القانون؟ يعني هي شنو كتلة ظلية دولة القانون لو شنو بالضبط؟ لا، احنا في البداية كانت كتلة مستقلة خارج عن الجميع بصراحة، لكنه في الأخير لا، صار عندنا تفاهمات مع دولة القانون. تفاهمات تخص شنو؟ طبيعة العمل في داخل مجلس النواب؟ يعني احنا شبه متحالفين مع دولة القانون. متحالفين؟ نعم. ككتلة وطن؟ نعم. طيب، والانتخابات الجايه ما مفكرين شنو اللي تسوون بيها؟ الانتخابات الجايه هذه الكتله قلت لك ما لها علاقه بالانتخابات القادمه، لكن انا شخصيا عندي مشروع للانتخابات القادمه. مشروع منفصل عن دوله القانون وربما التحالفات يعني السابقه. هاي من السابق لوانا نتحدث مع دوله القانون او خارج. بس هو مشروع معناه بملامح. عندنا مشاريع، المشروع قد يكون يعني يتفق مع دوله القانون، قد يكون مع دوله القانون. ممكن. ممكن مو مو ممكن مع غير دوله القانون. طيب، حضرتك رئيس لجنه النزاهه. نعم. وإن كان يعني مو بانتخابك، أكبرهم سنا، لكن تمارس دورك كرئيس للجنة النزاهة. لجنة النزاهة هي لجنة التسويات السياسية، هيك تعرف بالنسبة للناس. عبالك هيك كأنما عشيرة قاعدة بمجلس النواب، إذا أكو فصل تجي تتدخل ترضي هذا الطرف وهذا الطرف، وصلوا على النبي تخلص القصة. اللجنة هسه هذه الدورة؟ لا، مو هاي الدورة. لا، حضرتك كل شيء. لا، هو ده أسألك بشكل عام. لجنة النزاهة هكذا توصف من قبل البعض، شنو رأيك بهذا الوصف؟ يعني مع الموضوع ترضيات، يعني مو بهالطريقة، تسويات سياسية، ما أعتقد به، لكنه كان فيها بعض الشبهات على اللجان السابقة، لأنه ما
نقدر نحكم على الجميع. شنو شكل هاي الشبهات؟ يعني كان نسمع أنه أكو عمليات ابتزاز، عمليات كذا، عمليات يعني كثيرة، لكنهم يعني إحنا ما لمسنا هذا كله، نسمعه من واسطة الإعلام. إحنا لمسنا. أما نلمس باليد ما لمسنا شيء. إحنا لمسنا. باليد. إحنا لمسنا. أنتوا كإعلام جوز. كإعلام كمواطنين لمسنا، وراح أقول لك شنو اللي لمسنا. اللي لمسناه إنه لجان النزاهة في الدورات السابقة والدورة الحالية. ما لا تبدو أنها لجنة نزاهة تقدم أمام الجمهور أمام القضاء ملفات كبيرة، تتابع ما أعرف شو تسوي، تحيل إجراءات إدارية، ما نفهم وين تروح تضيع. هذا مو شغل. أولاً الشغل لما يطلع لي لجنة النزاهة تقول لي هذا قد الفلاني أنا حلته ونحكم بالمسؤول الفلاني اللي هو مسؤول عن هاي القصة. نعم، عمل لجنة النزاهة هو هذا بصراحة. عمل لجنة النزاهة هو عملية مراقبة تراقب وتدقق بالمعلومات اللي توصلها واللي تجينا معلومات مختلفة، وبالتالي عملها غير سريع. يعني ما ممكن يكون عمل سريع، مستحيل أن يبدأ أي عمل الآن بلجنة النزاهة في خلال أسبوع أو 10 أيام لازم أنا أحيله للقضاء ولازم ينحكم. ماكو شيء، ماكو شيء، مو هيك إجراءاتنا. الإجراءات إحنا ندقق، نشكل لجان إذا شفنا أن هذا عملنا جديد. أنا ما لي علاقة باللجان القادمة. إحنا الآن أي شبهة فساد أو أي شيء ما نسمح لأحد أن يعمل بشكل فردي. إذا عمل بشكل فردي كنائب هذا ما يمثل اللجنة، هاي يمثل نفسه وكنائب من حقه. لكنه العمل بالنسبة للجنة الآن عمل جماعي. الآن عملنا بهذه الطريقة. أي شبهة فساد، وهي هسه أعطيك أدلة على هذا الموضوع. هاي تفضل، هاي لجان مشكلة. هاي عندك هاي ورقة لجنة مشكلة لبحث قضية تراخيص. جولات تراخيص. جولات تراخيص. راح نحكي عن جولات تراخيص آني. لا أعطيك مثال. إحنا نعمل بهذه الطريقة. أولاً هذه العملية تبعد عنا الكلام والغيبة إلى آخره والابتزاز. لأن من أدل 7 نواب إلى وزارة النفط، خبوا معقول 7 راح يتفقون على وزارة النفط؟ 1 ممكن، 2 ممكن، لكن من صير 6 أو 7 مستحيل. عملنا بهذه الطريقة. إحنا حنا عدد من القضايا، صح مو قضايا كبيرة، لكن حنا 9 قضايا الآن إلى النزاهة ومستمرين الآن. ولدينا جولات مفاجئة لمؤسسات الدولة. يعني قبل أيام كنا في الساعة 12 ليلا توجهنا إلى مطار بغداد الدولي وشفنا المطار وخدمات المطار، ولاحظنا أكو بعض القضايا التي تستوجب أن تدخل لجنة النزاهة. مو كافي، استضافينا الآن سنستضيف مدير عام الخطوط الجوية العراقية وأيضا مدير عام سلطة الطيران حتى نبحث معهم هذه العقود ليش ما منفذة بالشكل الصحيح. ليش المسافر من يجي يتأخر 2 ساعة إلى أن تطلع الجنط مالته، في حين من راحت لجنة النزاهة في خلال 1/4 ساعة طلعت الجنط؟ يعني دي يصير أكو هذا المفروض. مو كافية هاي الإجراءات. يعني أنا ما يكفيني لجنة نيابية كبيرة مثل لجنة النزاهة تكون ساعي بريد تجيب منا وتودي منا. أنا مو كافي، مو هذا دورها. دورها تقول لي جولات التراخيص اللي تهدر مليارات الدولارات سنويا، شنو الحل وياها؟ وين قاعد تروح هاي الفلوس؟ منو المسؤول عنها؟ جولات التراخيص اللي بدت 2009 واحنا ب 2019 لحد الان دمها ضايع بين القبائل وما نعرف منو اللي وقعها وين راح، بل بعض اللي وقعوها لحد الان بالمنصب وموجودين. كل لجنه تجي احنا سوينا ورحنا ودزينا. بس فيما يخص جولات التراخيص بالذات، أي. يعني احنا شكلنا لجنه. هاي اللجنه متكونه من 7 نواب. شو وقت تشكلت؟ ممكن تقول لي هذه في 29/6/2019. هم صار 4 أشهر تقريبا. اي تشتغل. ترى القضية مو قضية بسيطة، جولات تراخيص. أولا عندك صعوبة في أن توصل إلى المعلومة بسهولة. المعلومة جدا صعبة أن تحصل عليها. يعني بمعاناة وهاي أنت نواب وأكو صعوبة. نعم صعوبة. أنا أقول لك وأكو معرقلات، والحكومة تعرقل أحيانا حتى عمل النواب، وراح نعطيك دليل على هذه العرقلة في بعد شوية إن شاء الله. إحنا هذه ننتظر هذه اللجنة تقدم لنا التقرير، وبعد ما يتقدم التقرير ذاك الوقت نعمل. إحنا نعرف إنه عملية الفساد موجودة، وأنا أثق لك إنه لا يوجد عقد في الدولة العراقية ما به شبهات فساد. مستحيل، ما ممكن. كل العقود بهاي السنوات إلا ما ندر، مستحيل. هاي مسألة أصبحت طبيعية وصار عرف. لكن إحنا نقول لك إياها بأمانة، لجنة النزاهة عاجزة أن تصل إلى الفاسدين. لماذا؟ لأن القانون يحمي هؤلاء.
لأن أتعامل معهم بالقانون. أنا ما أتعامل شلون أتعامل معهم؟ شلون يحميهم القانون؟ هسا أقول لك الآن أصبحوا الفاسدين يعرفون كل التفاصيل القوانين وبالتالي ليسوا كما كانوا في 2005 و6 و7 كانوا يعملون بجهل وبالتالي أغلبهم أحيلوا للمحاكم. الآن الموضوع اختلف. الآن هو يعرف هذا عقد يحتاج إلى ما سيعلم مناقشة ويشكل لجان ولكن هذه اللجان يشكلها مثل ما هو يريد ويبدأ بلجان مجرد أن يحافظ على لجنة فتح العطاءات هو تكون هو من جماعته يغير الطلب يغير العرض يشيل هذا يخلي هذا بعد الفتح تنتهي القضية أصلح الطريقة قانونية جدا وأنت لا أنت ولا أنا ولا القاضي يقدر يحاسبه. إذن وصلنا إلى طريق مسدود. هذه أمانة وأنا أتحدث بها أمام كل الجماهير العراقية. وين شلون نحل هاي القضية؟ احنا ما اخفنا هذا الموضوع، احنا منتبهين على هذا الموضوع ونعرف كثير من الفاسدين الان يتمتعون بمليارات الدولارات ولكن لا نستطيع محاسبتهم. لجنة النزاهة الان تعمل على وتمت قراءة القانون قراءة اولى الكسب غير المشروع. ما راح نجي نبحث هذا العقد بفلان شيء وبفلان شيء اللي لقيناه لانه ممكن احنا نركض ورا كل العقود. هذه عمليه لا اني ولا الف واحد يقدر يسويها. ارجع وياك الجولات التراخيص خليني اكملك بس هذه كسب غير المشروع. راح اجي عليك انت من استلمت هذا المنصب شنو تملك جنابك بعد ما بعد فتره نشوف شنو املاكك. تعال بيننا مالاتك هذه شنو ورث هذا عمل شيء بالعافيه عليك لا غير هذا. هذه الاموال تروح للدوله وتحاسب. طيب هذه اللجنه اللي بشكلها لا تسمح لي بالورقه اللي هي ب 26/6 لحد الان ما مقدمه تقريرها بس ما معقوله لجنه النزاهه ما عندها تقارير تعرف شنو اللي قاعد يصير بجولات التراخيص. انا صحفي بعض الناس البسطاء والموظفين يعرفون شنو قاعد يصير بها. ما عندكم امامكم الان معلومات ومعطيات اوليه حول حجم الفساد في جولات التراخيص؟ احنا نعرف اكو يعني فساد اكيد نعرف لكن احنا ما نعمل ولا سمعنا بالاعلام او جانا اخبار او كذا فعليه هذه خلاص معلومه وعلينا نحيلها النزاهه وانتهت القضيه. لا هذا مو صحيح. هذه المعلومات عندنا وعلى ضوء هاي المعلومات وعلى ضوء الاخبار اللي نسمعها شكلت هذه اللجنه. احنا ننتظر من هذه اللجنه ان تقدم تقريرها الى لجنه النزاهه بعد ذلك يكون لنا تصرف. انا واثق موضوع جولات التراخيص وخصوصا هاي القضايا اللي يسموها اداريه ما اعرف ايش هذه بها فساد كبير. شنو يعني النفقات؟ هذه خاضعه للرقابه الماليه المفروض الرقابه الماليه تراقب. شنو النفقات الاداريه؟ هسه احنا فهمنا جولات التراخيص هي عقود خدمه وتنطي نسبه من الاستخراج ومن برميل النفط. ما عداها اكو نفقات اداريه تتحملها الدولة وتوصل عندنا برميل النفط تكلفة استخراجه ربما 12 دولار. اي 10 او 12 دولار تقريبا. هاي مو قليلة البرميل الواحد تصير كلفة استخراجه فقط 12 دولار. شنو هاي النفقات الإدارية؟ هذه يعني على اساس انه قيمة الخبراء وقيمة معرف الحمايات ويعني للاسف بعضها سمعنا حفلات يقيمون بها والى اخره من القضايا. احنا هذه في حين هي مو اختصاص هذا مو شغلهم. هو شغل اداري بحت فيما يخص يتعلق ببعض القضايا اللي يحتاجوها في داخل البلد. الحفلات اللي يسووها تتحملها الدوله العراقيه. يعني هذا ما سمعناه بصراحه. سمعنا انه حفلات كلفت ملايين الدولارات في راس السنه مثلا. وصلنا هذه المعلومات لكن براس السنه اكو حفله سووها كلفت ايش قد؟ يقولوا ملايين لكنه هل أنا واثق من هذا الكلام؟ ما أقدر أحكم الآن. يعني ما أتكلم وراء اللي يتكلمون أو عبر وسائل. والكوادر هذول مال الخبراء وطياراتهم اللي تروح وتجي ومرضهم هم ما طلعتوا على وثائقها؟ لا لحد الآن ما طلعنا. وصلتني معلومات. أنا ما أقدر أتحدث الآن أقول لك عندي فلان شيء فلان شيء. وصلتني بعض القضايا لكن أنا إذا ما أتحقق منها 100% وتطلع اللجنة وتشوف لي شنو التفاصيل ما يصير أتحدث. أنا ضد أن أتحدث بالإعلام بقضايا الفساد بدون دليل كامل. أكو خلل أكو خلل. خليني أقول لك شنو الخلل. الـ 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 هاي العقود من 2009 واليوم إحنا ب 2019. اللي قبلكم اللجنة اللي قبلكم ما بدت أعمال فيما يتعلق بجمع المعلومات التوصل لحقائق. زين الجهات الرقابية الساندة بالنسبة لكم ما عندهم هاي المعلومات. أنتوا لجنة يعني نيابية. اللجنة السابقة كان أكو بعض المعلومات بصراحة حصلت عليها من اللجنة السابقة ولقيت كتب موجهة من اللجنة السابقة لحد هذه اللحظة لم تجيب عليها الوزارات بأمانة لحد هذه اللحظة. هذه هاي معمول به. تعرف أنت بس نواب الدورة الماضية
يختلف عن الدورة الحالية. الدورة الماضية كانت الحكومة أقوى من مجلس النواب، وكان مجلس النواب مقيود إلى الحكومة بشكل واضح. نحن لسنا في حرب مع السلطة التنفيذية، ولكن يجب أن يعرف كل واجباته. ما يعني احنا في الدوره الماضيه ما كانت، وانت تفترض هاي الدوره اقوى من الدوره الماضيه؟ اكيد ما تبدو هيك. لا انا اشوفها اقوى الان. بشنو دليل شنو؟ الان لدينا قانون مجلس النواب، قانون واضح، ما كان عندنا هذا القانون. لدينا رئاسه المجلس الان لديها قوه اكثر ما كانت في السابق. السابق كانوا يصدرون الإخوان منهم الرواتب والمدريش والميزانية وإلى آخره، كانت الحكومة هي تنفذ، تصدر أوامر والمجلس ينفذ، وهذا مو صحيح. هسه يعني على الأقل سياسيا أنا ما أرد، أنا ما أرد أروح بالحوار. ذكرك بحادثة، أحد النواب ذهب إلى أحد الوزارات بسطور داخل الوزارة. هذا يفيد الحكومة، لو هسه يصير كان قلبت الدنيا. ولا من النواب؟ أحد النواب راح، نواب اثنين راحوا وحاصروهم. هسه هذه معلومة تعرفوها يعني، وزارة التربية أتذكر، ما أتذكر ما أتذكر وين، لكنه هذا صار. هذا شنو؟ هذا ضعف في مجلس النواب. لو كان مجلس النواب قوي مستحيل أن يجرأ أي وزير الآن أن يتقرب من نائب ويتحدث. شنو الدلالة اللي تقدر تنطيني إياها وتقنعني بها أنه مجلس النواب الحالي أقوى من مجلس النواب السابق؟ شنو الإجراء اللي يقنعني أنا هسه بالنسبة لي؟ ما تقنعني الأقوال فقط، أريد أشوف الأفعال. شنو الفعل اللي يخلينا نقول مجلس النواب الحالي أقوى؟ يعني إحنا في كل الأمانة العامة قيدتكم حتى بالرقابة، حتى بالرقابه تقول انتم من حقكم. هذه حديثا هسه صارت جديد، هسه راح اشوفك اياها. هذا غير موضوع. هذا هسه راح تشوف الرد لمجلس النواب على هذا. هاي لو كانت في السابق كان ما حد يحكي، كان سكتنا خلاص وانتهى الموضوع، يمنعوك حتى من الدخول ما تحكي. هو الخلل بالرئاسه بهالطريقه؟ طبعا قوه الرئاسه هي اللي تدير المجلس، مثلا الاداره بيد الرئاسه. اذا الرئاسه ضعيفه ما ممكن كل شيء تقدر تسوي، اما الرئاسه قويه كل شيء تقدر تسوي. طبيعيه احنا اليوم يعني للاسف هو هذا يعني اللي موجود، انه قوي وضعيف. ما عدنا انه كل من يعرف سلطاته وهذه المفروض تنفذ، الكل يعرف حدوده بالقانون اللي رسمه له. لا ماكو. شنو اللي سوت الامانه العامه مجلس الوزراء وياكم؟ الامانه العامه مجلس الوزراء يا اخي العزيز شكلنا لجنتين، لجان فرعيه من ضمن لجنه من النزاهه، لجنه فرعيه شكلناها لتذهب الى الموصل لتراقب الحكومة المحلية وما يجري الآن في هذه الحكومة، ولجنة أخرى تتعلق بالحكومة المحلية للكوت واسط. ونفس الحالة اللي تفاجأنا بصراحة أنه كتاب يأتينا من السيد الأمين العام لمجلس الوزراء يقول أنتم ما من حقكم أنه تابعون العقود وباقي العقود والتخصيصات المالية إلى آخره قبل أن تمضي هذه العقود، تنفذ هذه العقود. يعني في كتاب غريب عجيب بصراحة وصلنا حديثا. بشنو جاوبتوا انتم؟ احنا انا هسه يعني اليوم البارحة طلعت عليه. يعني بالضبط يوم وصلني يوم 19/9 هو صادر من يوم 28/8 هذا الكتاب. يقول إذا تريد أقرأ لك جزء منه، أن النظام الداخلي والقانون آنفا لم يخول مجلس النواب أي صلاحيات إدارية. إحنا ما جينا نقول لك تعال نصير إحنا إداريين، إحنا جد جينا نراقب. وحيث أن التعاقد والتخصيصات المالية من صميم عمل الإدارة، هذا صحيح لما يدينك، وأن المتابعة جزء من عمل الإدارة، لا هذا مو صحيح. المراقبة إحنا، أنت متابعة مسألة تخصك كسلطة تنفيذية، أما إحنا المسؤولين عن المراقبة. ولدى الرجوع إلى أحكام مادة 27 من القانون آنفا لم نجد نص يسمح لمجلس النواب بمتابعة أعمال السلطة التنفيذية. هاي شلون حكي هذا؟ هاي كارثة. بس يعني هو مستند على قوانين، أدري، مو صحيح. ماكو قوانين. يعني إذا القانون يقول لك أنت ما مسموح لك تراقب السلطة التنفيذية، على شنو وجود مجلس النواب؟ هو أهم شيء لمجلس النواب هو الرقابة والتشريع. هذين أهم اثنين هن شغلته هذه. هن الوظيفتين. إذا أنت تأخذ مني الرقابة، على شنو باقي؟ فعلى كل حال هذا الكتاب يعني احنا باكر يعني عندنا اجتماع للجنة النزاهة، سيعرض في اللجنة ومن ثم سنتخذ قرار مناسب، وبالتأكيد سنطلع السيد رئيس مجلس النواب على هذا الكتاب. طيب قضايا نرجع لجولات التراخيص. جولات التراخيص يمكن 3/4 الفساد في العراق من حيث حجم الأموال التي تهدر في جولات التراخيص. يعني إذا الشعب العراقي ما يدري، خلينا احنا نقول له فلوسكم رايحة بجولات التراخيص يا عالم. من تجي تباوعك وعقد
فساد الميتسوبيشي مثلا 50 مليون دولار صحيح؟ بس من تجي تباوع هاي ال 50 مليون دولار مصروفه على واحد مريض مودي دبي معالجي وجايين كاتبي لك 22 مليون دولار بثلاث ايام، حفله راس السنه 4 مليون دولار ما ادري شنو. من تجي تباوع حجم الفساد او حجم ما تصرفه الدوله على جولات التراخيص تلقى بالشهر مليارين ومليار ونص بس نفقات إدارية، يعني أنه كل الفساد بكفة وجولات تراخيص بكفة ثانية. وماكو يعني ماكو رقابة، مو مقنع بالنسبة إلي نقول والله بعدنا بشكل اللجنة وننتظر، مو البارحة صارت حتى على مود ننتظر الحد الآن. بقية اللجان الرقابية اللي هي أيضا مهمتكم، يعني هيئة النزاهة مهمتكم، مهمة مجلس النواب يراقب عملها، مفتشين العامين كذلك، كل الهيئات الرقابية حتى الرقابة المالية، هذولا ما دزيتوا عليهم قلت لهم شنو اللي سويتوه، شنو أوراقكم، شنو اللي صار؟ احنا متابعين هاي القضية حقيقة من زمان، مو اليوم. من بس انت تعرف لجنة النزاهة تشكلت مؤخرا، يعني ما كانت اللجنة فاعلة واللجنة تأخرت كثيرا، وهذه حقيقة لأنه ما بها رئيس لجنة، وتعرف يعني رئيس السن هو واجبه أنه مجرد يجري انتخابات وتنتهي القضية، المهم تنتهي بالانتخابات. لكن للأسف هذا اللي جرى أنه ما صار صارت عملية انتخابات، ما نجح أحد عندنا، وبالتالي استمرنا في هذا العمل، وكل فترة كل أسبوعين تبدأ بعملية انتخابات، وبالتالي عطل عملنا بصراحة. يعني بالفصل الماضي عطل كثيرا، في هذا الفصل قررنا أنه خلص لا ننظر في الانتخابات بعد ولا هذا، كل أسبوع نسوي انتخابات، سوي يعني خلي فقرة بالجدول للانتخابات، جرت ما جرت نستمر بعملنا بشكل كامل. هذا اللي صار، ولذلك تشوف أكو عمل، أكو جدية في العمل. الآن بدأت جدية في العمل، وهذه اللجنة عندما شكلت لم تفعل بشكل صحيح. راحوا مرتين وقابلوا وزير النفط أتذكر، واستدعينا ثلاث مرات مدير عام العقود في وزارة النفط، وكان حديث طويل في هذا الموضوع بصراحة، وهذه المحاضر موجودة داخل اللجنة. الآن هذه المحاضر واللجنة انتقلت إلى وزارة النفط والتقوا بوزير النفط، بعدها ننتظر الأوراق التي المفروض اللجنة تحصل عليها كي نبدأ عمليا بعملية التحقيق الفعلي، وإذا كانت هناك فساد بالتأكيد سيحال إلى لجنة النزاهة. طيب دولي هاي المعلومات أنه شكلت لجنة وراح نأخذ إجراءات وراح شكلنا اللجنة، بعد ست شهور مثلا راح نلتقي أنا وياك مرة ثانية. زين. هاي اللجان إذا مثل اللجان السابقة راح أثبت أنا بداية اللقاء، أثبت أقول لك لجنتكم ولجنة نزاهة لجنة تسويات سياسية، أنتوا يا جماعة عشيرة بمجلس النواب شغلتكم فصول فصول، تهدي هذا وتراضي هذا على هذا. أنت بكيفك عادة تسوي فصول تسوي شيء؟ هو أنت يعني يمي ماكو فصول. زين يمي لا أسمح بفصول ولا يمكن أن أقبل قضية فصول. بوقتها هاي الإجراءات راح تأخذ مساراتها، يعني أنتوا قادرين يا نواب على مافيات الفساد المتحكمة بالنفط وبالطاقة وبغير ذلك من الأمور؟ بصراحة العمل صعب جدا، ليس سهل. أنا صريح معك ومع العراقيين، القضية ليست سهلة، المافيات كبيرة جدا ومافيات صعبة ولديها إمكانيات هائلة، لكن نحن نعمل وهذا وخلص علينا نأديه. والله كريم نأديه، هذا أنا أدي بس ماكو ضمانات، بس أنا أرضي ضمير وأرضي رب العالمين وشي صدق. أنا مواطن متنائب ودنسولف. تعطيني ضمانات يعني انه يابا هسه يجيك مدرب مال الفريق يقول لك اللعبه صعبه بس انا افوز ان شاء الله؟ لا شوف احنا نكون واقعيين. يعني انا من اجي كلجنه نزاهه اشتغل بالقانون، خمس اشتغل زين بالهواء بكل ممكن، انا ما دكتاتور القانون جيبهم عندهم، انا ما عندي جيبهم عندهم، هو كل انا راح اجي القي عقد اخي، انا راح القي عقد ابو شركه، انا كل شيء ما اقدر اسوي له، انا مو شغلي ابو شركه، شغلك انا شغل الموظف اللي تعاقد، هذا تعال جيب لي عمي هذا العقد شلونه؟ ليش هيك وقعت؟ انا لازم افتهم، قد يكون عنده اسباب موجبه، بس انا وياك مو خبراء نفط. فاحنا قد يكون اكو اسباب اخرى. عزيزي في ظل الهدر الهائل لهذه الاموال ما عنده اي سبب موجب. انا ما اقدر اقول اي سبب موجب. الان ما اقدر احكم. احنا يجون نشوف التفاصيل وليش وشو الاسباب الموجبه، ذاك الوقت احنا نقرر انه هذا به هدر فعليه يحال النزاهه، لو ما به هدر. زين. على السريع اريد احكي بهاي القصه حتى ننتقل المحور اخر. ب 2018 الجوله الخامسه من جولات التراخيص اعتقد. هي الخامسه مو لو السادسه، الخامسه. الخامسة على أكثر. الغريب أنه هاي صارت بـ 2018 الشهر الرابع، يعني قبل الانتخابات بشهر. هسه حتى ما تخوني الذاكرة خلي أقول الثالث.
تلزقت وتلملمت ومشت. السؤال هنا، احنا صار 10 سنين نحكي على جولات التراخيص والمشاكل اللي بيها. طبعا حكومة السيد العبادي حكومة الإصلاح والصلاح، يعني هالشكل يدعي هو الرجل، انتم من مشيتوا هاي الأمور بنفس الإطار اللي صار قبل، نفس ما كنتوا تنتقدون مشيتوا الأمور عقد الجولة الخامسة. انتم بمجلس النواب السابق تدرون مر عليكم هاي القصة؟ أبدا أبدا. أنا شخصيا ما أدري، قد يكون غيري يدري، أنا بالنسبة لي ما عندي معلومات عن هذا الموضوع نهائيا بالدورة الماضية. والآن بلجنة الوزارة أنتم اكتشفتوا القصة طبعا. وقفتوا الجولة، بدينا نشتغل عليها، وقفنا هواي أمور نشتغل عليها. اختلاف عن العقد الذي أبرم في 2018 عن العقد الذي أبرم في 2009 من حيث النفقات الإدارية، تفاصيل الهدر الأخرى، المعايير اللي استندعينها؟ تفاصيل أنا ما أقدر أعطيك تفاصيل، ما عندي تفاصيل. ما أقدر أجاوبك. بعض النواب يقولون ماكو تغيير نفسه، يعني قد يكون. إحنا أنتظر، أنا قلت لك القرار للجنة مو لي، لأن جو التراخيص هذه في السابقة والحالية. زين، حكومة السيد العبادي على سبيل المثال تعتقد الناس بشكل أو بآخر أن منسوب الفساد قد انخفض إلى أدنى مستوياته، أو على الأقل هو الرجل ما سمح لرؤوس. إيش تعتقد الناس في زمن السيد العبادي؟ يعني في زمن السيد العبادي هو اكيد، لانه الاموال هي اصلا كانت معكم. زين، هسه انا ماشي، هسه انا راح اقول لك، انا هم الناس تحكي هذا الحكي واحنا قلنا ممكن. من جينا طلعنا على الاوراق لقينا تفاصيل مخيفه. حكومه السيد العبادي 10,000 دونم تنطي الجامعه الامريكيه في بغداد بمحيط مطار بغداد. اغرب ما بالامر انه انت من تجي تطلع على الورقه تلقاها طالعه من هيئه الاستثمار ونفس اليوم رايحه المكتب رئيس الوزراء بنفس اليوم، وموافق رئيس الوزراء نفس اليوم، ومصدر الامر بنفس اليوم. هذا الملف انا متابعه بكل تفاصيله. زين، لازم تحكي لي، تقول لي اي شيء، لازم كل شيء تحكي لي. هذا هذا تابعته وكان المفروض من زمان، يعني انا تاخرت به بصراحه. خوش. لمشاغل غير طبيعيه عندنا وتعرف وضعنا، فصار تاخير به. والا هذا الملف وانا تكلمت به يمكن بالشرقيه قبل فتره، وان كان بالحصاد يمكن بشكل بسيط، اقدر اعطيك تفاصيل. يا ريت، وانا هسه داعي لحضرتك. هذا العقد أخذ 1006 دونم أو 1007 دونم تقريبا في محيط مطار بغداد الدولي، على مود جامعة فقط. جامعة، ويا ريت جامعة حقيقية، جامعة وهمية. ما أقدر أقول وهمية، بس جامعة مو من هاي المعروف أصلا، ما لها قيمة، ما معروفة. زين، يعني أنت جايب لي منو؟ جايب لي جامعة واشنطن دي سي مثلا؟ جايب لي جورج واشنطن؟ منو جايب لي هذا؟ يا جامعة هاي جامعة إنسانية، هي كلية مو جامعة، كلية إنسانية. أكبر كلية 50 دونم. أنا بحثت 1000 دونم. شنو بحثت؟ بحثت جامعات العالم، قلت أشوف أكو جامعة 1000 دونم؟ وين؟ ماكو شيء. هاي واحدة. اثنين، شنو موجود بهاي 1000 دونم؟ هي المشكلة مو بالمساحة. موجود في هاي 1000 دونم قطور رئاسية مبنية مشيدة جاهزة. جميل. في هذه 1000 دونم مستشفى. في هاي 1000 دونم بعض المدارج مال المطار ومكانات مال هبوط طائرات. هاي الشيء هليكوبتر. في هذا الموضوع، في هذه 1000 دونم موجوده مفقس للاسماك تابع الى وزاره الزراعه. وزاره الزراعه قالت لهم معودين عندي مفقس هناك، ماكو حكي. من يقدر يحكي؟ وزير التعليم العالي كتب لهم كتاب، هو كتب اني موافق، لانه يقدر يقول ما موافق؟ ما يقدر. كتب موافق، لكن الموافق مالته اذا تقرا الكتاب مالته موجود عندي، اذا تريد يوم اطلع الكتاب تطلع عليه. انه يعني هو يقول انا ما موافق، لكن امر الى الله وافقت. يقول هاي نحتاج جامعات بغداد، وهاي هيك، وهاي كذا، مع ذلك انا موافق، واحنا ما ادري ايش، واحنا 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 واحنا، لكن النتيجه وافق. امر الى الله، امر الى الله. 1000 دونم شيء تابع لأمانة بغداد، جزء جزء تابع للزراعة، للزراعة جزء، جزء للنقل، للنقل جزء للعمل لل شو يسموها وزارة التعليم العالي، جزء جامعة بغداد. وهي أمنيا غير صالحة، هي محيطة بالمطار يا أخي، وهي ضمن المكان اللي ممنوع أحد يدخل به. شو يدخلون الطلاب هناك؟ تذكرون هذا السياج؟ تمام، هي هذا السياج الأمني شاله رئيس الوزراء. زين، اللي تفضلت به أنت. يقعد هذا المستثمر يم هيئة الاستثمار، يقول يلا دز لي، يقول لا خلينا نبحث كذا، يقول لا حسير، يقول لا ما أقدر، أنا ما أحمل هيئة الاستثمار ولا مسؤولية على هذا الموضوع نهائيا، لأن ما لهم علاقة الناس. يجي تليفون من مكتب السيد الرئيس،
يقول له فورا دزناها. يروح هذا الكتاب يقدر يقول له لا خلاص، اذا قال له لا معناه يقعد ببيته. راح ودالهم اياه. اليوم وصل الكتاب، ثاني يوم يعرض على مجلس الوزراء ويصوت عليه. زين ايش وقت اطلعت عليه اللجنه القانونيه؟ ايش وقت شافت هذا مطابق؟ ايش وقت عرض للدراسه؟ ايش وقت درستوه؟ هذا موجود، هذا موثق، كل الكلام موثق. وبعد قضايا هائله. هذه عيب. زين احنا كنا نامل بامانه. انا ليش بردت في بدايتها وما تابعت هذا الملف؟ لان لقيته موضوع ضمن الجدول اللي خلاه السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من ضمن اللي يعاد به النظر، لان هذه الفرصه الاستثماريه صارت في وقت الانتخابات. وتعرف صار جدول وارسل ان هذا الجدول شكل لجنه السيد عادل عبد المهدي حتى يعيد النظر بهاي الفرصه الاستثماريه. التعاقدات مو زين من ضمنها 1000 دونم طبعا، هي هاي من ضمنها. فأنا قلت أنا وإيش بعد، ماكو داعي، رئيس الوزراء راح يلغيها بالتأكيد، وتنتهي القضية، هاي اللجنة راح تلغيها. وإذا نفاجئ ما ألغيت، هاي ما ألغيت، بعدها مستمرت، تعاقد محال، ما نعرف يعني شنو هاي، شنو هذا الباور، شنو هذه القوة، ما درفتين. زين أكو تحقيقات بهذا الصدد، راحت للقضاء، ثبتوا شيء معين باللجنة؟ لا احنا تصورنا انه تلغي وانتهت القضية. زين لكنه يبدو مستمرة الآن. لا الإجراء الممكن يصير؟ لا خلاص هسه الآن موجود الملف مالته، سيحال النزاهة وهم يتخذوا الإجراءات بعد. احنا الإجراءات لازم يجي السيد العبادي اللي هو موقع يا أخي على الموضوع، هو موقع السيد العبادي كرئيس الوزراء. أنتوا قادرين، إحنا قاكلنا مجلس نواب، هيئات رقابية، قضاء، قادرين نجيب رئيس وزراء سابق نقول له ايش سويت؟ قادرين نجيب رئيس وزراء أسبق سابق نقول ايش سويت؟ ما أتهم رئيس وزراء بصراحة يا أخي، هو اللي موقعه. انت عندك وقعه بس لا خان، عندي وثائق اللي موقع رئيس الوزراء منو متهم؟ هو صح، هو صادق عليها، بس نعرف من وراها، مو رئيس وزراء أكيد. من وراها قد يكون هو عنده علم اكيد، يعني ما معقول تجي عليه. بس هو مسائل بالاخير، ويم المطار بهالحجم ما يدري، مستحيل. بس هو مسائل أكيد هو مسؤول. احنا عندنا قدره نجيب رئيس وزراء سابق، زعيم سياسي، رئيس وزراء اسبق، مو سابق. اولا رئيس وزراء هو ما عنده صفه قانونيه حتى اقدر اجيبه للنزاهه ومثلا شنو ما عنده صفه؟ ما عنده صفه. يعني شنو ما عنده صفه؟ اي شنو صفته الرسميه؟ مواطن كان يشغل منصب وخالف اثناء هاي النزاهه الحاسبه، مو احنا ما نقدر. انا دا اقول كل الهيئات الرقابيه عندنا القدره الان انه احنا نروح باتجاه ان نحيل زعماء احزاب ورؤساء وزارات. والله بالنسبه لي هذا الملف اذا ما يحل السيد عادل عبد المهدي انا احيل النزاهه. راح يحل النزاهه والنزاهة يتحقق بعد، احنا ما لنا علاقة، هذا دورنا انت لنا. والنزاهة ايش راح تسوي؟ هذا دوري انتهى، انا دوري انا اوصلها للقضاء، ورا ما انا تابع النزاهة، انطي النزاهة وتابع هيئة النزاهة الى ان ترفع للقاضي، ترفع للقاضي دوري انتهى، بعد القاضي طلع يحكمه. سيادة النائب هذا المفهوم يعني حتى نصحح الامور بالنسبة للناس. زين يا اخي انت مجلس نواب مهمتك رقابة وتشريع. زين من تصدر انت قرارك كلجنة نزاهة على سبيل المثال، وأحلت لجنة النزاهة وتقول انتهى دوري، إذا لجنة النزاهة هيئة النزاهة قصدك هيئة النزاهة حطت الملف بالدرج وسددت. لا هذا مسؤوليتي يعني. هذا مسؤوليتي أخي وعد. لا هاي مسؤوليتي، أقول لك مسؤوليتي، بس متى ما يروح للقضاء هاي مو مسؤوليتي بعد انتهى الموضوع. لما أحيل للقاضي هذا بعد أنا شو اللي أقدر، شو سلطتي على القاضي؟ القاضي ما عندي سلطة عليه، دوري انتهى. ويم القاضي ايش راح يصير؟ هاي مو هاي بعد انا ما لا هو لا ما لنا علاقه أوكي. لا ما لنا علاقه بالدخل بالقضاء. بس انت تعتقد انه ملفات الفساد لما راحت للقضاء اخذت مسارها الطبيعي؟ لا احنا شوف يعني احنا متابعين، وبعثنا لهيئه النزاهه اعطونا كل الدعاوى اللي عندكم، كل الشكاوى اللي موجوده، وارسلوا لنا قسم وبعض الباقي جايه بالتسلسل، اعداد كبيره وماكو عمل حقيقي ملموس في هيئة النزاهة. العمل مو بالمستوى المطلوب، عدد الشكاوى هائل جدا أو الدعاوى، ولكن الإنجاز مو بالمستوى. أنا أقول لك يا بأمانة يحتاج إلى عمل. خليني أروح الفاصل وأرجع لحضرتك حتى نكمل هذا الحوار. سادتي المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود لنكمل هذا الحوار. من جا
جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأعود لضيفي الكريم رئيس لجنة النزاهة النيابية سيد النائب هشام السهيل مرة أخرى أرحب بجنابك. وزير الصحة علاء العلوان أقيل أو استقال عفوا لم يقال ورئيس مجلس الوزراء أعطى إجازة مفتوحة بين قوسين. هسه شنو مفتوحة ليش مفتوحة شنو نهايتها احنا ما ندري، بس الرجل حكى بتفاصيل مخيفة. قال أنا أتعرض لابتزاز سياسي، قال أكو ضغط مورس علي بشكل كبير، قال أكو تدخلات حزبية ومافيوية الشكل سماها في عمل الوزارة وعليه أنا ما أقدر أواجه هذا الكم. سؤالي الأول هو بالتأكيد إجاكم أو استند لكم أو أبلغكم كلجنة نزاهة واصلتك معلومة أنا واصلتني معلومة أنا دا أفترض دا أفترض فرضا هسه هذه القضيه قضيه انه هو استند عليكم شنو الاجراء اللي صار او بالاحرى شنو المعلومات اللي اطلعها لكم بهذا الصدد؟ شخص وزير الصحه للامانه من انزه الوزراء الموجودين بالعهد الحالي زين هذا مسلم به وهو شخص معروف واستاذ وعضو او رئيس اليونسكو عفوا اليونيسيف ورجل يعني ما محتاج هاي القضية وهو من عائلة معروفة وجاي للبلد اللي يخدم هذا البلد بأمانة ما جاي عن طمع أو يريد لفت شيء هو ما محتاج الله منطي يعني زين. لكن المشكلة أنه المافيات الفساد اللي موجودة في وزارة الصحة مافيات كبيرة جدا وبالتأكيد وراها من وراها هذه المافيات يعني منو كتل سياسية أحزاب أكيد أحزاب كتل سياسية أكيد وأكو شخصيات يجوز هم فاسدين هم يريدون يضغطون على هذا الوزير حتى يستجيب لما يريدون هذا الضغط الهائل اللي صار على الوزير بصراحة أكو علاقة إحنا مع هذا الوزير عائليا إحنا وياه يعني قديما هو وعائلته وبالتالي اتصل بينا وقال أكو هيك موضوع وهيك كذا وأكو تفاصيل حقيقة أنا قلت له أنا حاضر زين. إحنا بالنسبة لنا داعمين لجنابك زين. لأن نعرفك ونعرف كل عملك وصار لقاء بينك وبينه فقلت له مع الوزير تفضل وراح ندعي بعض الشخصيات من لجنة النزاهة واجلس معاهم واشرح لهم الوضع شنو اللي دا يصير وإحنا حاضرين زين. فجي لهنا وقعد وجو الإخوان اللي أعضاء لجنة النزاهة وصار حديث مع الوزير بضغوطات اللي تمارس عليه ما يسمحوا له يشتغل ما يسمحوا له يغير كادر اللي عنده شو تقدر تحكي لي فد قصة معينة اللي حكى لك اياها يعني مثلا هاي موضوع اللقاحات زينو شنو هاي موضوع هاي قضية اللقاحات كانوا يجيبوها في السابق ب 100 مليون معروفة هذه القضية الدكتور علاء العلوان راح جابها 100 مليون دولار اي طبعا زين راح جابها من اليونيسيف بسعر 12 مليون ومن مناشئ راقية جدا لأن سيف تعرف ما تتعامل مع شركات شلون مكان لازم شركة تكون معروفة ولها وضاحة انقلبت الدنيا ولم تقعد شلون غيرت هذه الشركة وسوت لها 12 مليون لا خليها 100 مليون زين ليش خليها 100 مليون تقوى النقاش معناها أنت مشترك بعملية الفساد ما بيها نقاش هذا وهو شخص من اللي يضغط عليه يعني هو قال لك انه ما ذكر اسماء ما ذكر بس ذكر جهات بس واضح واضح يعني واضح احنا نعرف يعني منو دا يصيد نشوف الاعلام ونشوف القضايا التقارير اللي توصل قسم ما يحكون بالاعلام لكن يوميه كاتبين له كتاب يوميه كذا مدمري زين لجا الى جهات متعدده سياسيه اخوان شنو الموضوع؟ اني هذا عملي وهذا كذا قال والله شو نسوي لك هذا الموجود عندنا وهذا نائب هو حر بكيفه ماشي لجا الى رئيس الوزراء يا رئيس وزراء خلصني هذا الكلام للوزير مو لي خلصني هيج 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 دا يصير إما تقدر أنت تحميني وتخليني أشتغل بشكل صحيح وإما تقول لي لا في مال لا يقول ماكو استجابة ورا فترة قدمت الاستقالة قلت لا يابا أنا بعد خلص لا وما لا وأقنعني وما أدري إيش يابا كيفك استمريت بالعمل مرات أخرى نفس الضغوطات المشكلة إنه هذا الوزير ما عنده أحد هنا بصراحة إحنا للأسف في هذا المجتمع اليوم في العراق لو عندك حزب تستند عليه وتشتغل به لو عندك أتباع هنا بقوة أو عندك عشيرة أو عندك كذا يلا تقدر عندك ميليشيا يعني ميليشيا ما عندك ذني أنت ما تقدر تشتغل خوي وزير راح يجي أصلا حتى حماية يمكن ما عنده لأنه أنا مرتين جيل هنا بسيارة عادية سيارة يعني شخصية شفتها ما مو سيارة مال دولة وسيارة مهمة وفتشي أو مصفحة ما شفت المهم ف هذا الوزير
يحارب بهذه الطريقة لأنه نزيه، لأنه هو السؤال هنا يجي. احنا جينا بحكومة الإصلاح والبناء، سائرون والفتح ثبرون ثبر بشعاراتهم، ثبر ثبرون بشعاراتهم، بالأخير لما نسمع أنه والله هذول الجهتين اللي قاعد يبتزون، هذا سماعي أنا ما أرد أتهم أحد، هذول الكتل النيابية الكبيرة ما حمته، ما حاولت توفر الحماية. عادل عبد المهدي كرئيس وزراء وهو متفق من قبل الإصلاح والفتح ما وفر له الحماية الكافية، زينهم يقولون هاي حكومة البناء والإصلاح، حكومة المعرف إيش، وهاي الحكومة إحنا هسا نخاف على بقية الوزراء النزيهين، مو كلهم احتمال نفس الدرب يعني. ماكو مكان للنزيه بالعراق، ماكو مكان للنزيه، يبدو ما له مكان نزيه، خلينا نشوف له غير مكان غير بلد يبدو هيجي. وشنو الإجراء اللي راح يترتب أو الذي يجب أن يترتب هسا الآن؟ أنا هو بحكم المستقيل لو بحكم المجاز لو شنو الوضع بالضبط؟ هو قدم استقالة الرجل، وحتى في كل مرة يقدم استقالة يجي يبلغني هنا ويقول لي أنا أعتذر وأنا في مال لا وأنا رايح وما أدري إيش. آخر واحدة أصلا ما اتصل ولا بس سمعت فيه مسافر إلى راح إلى جنيف، وصار اتصال وياه بجنيف الرجال، قال بعد ما اقدر خلص، وصلت مرحله هو مصر انه ما يرجع، صعب يعني ما اقدر اشتغل، هو مصر ما يرجع حتى هاي الاجازه ما يرجع. واكثر ما اذى بصراحه انه يوجه له استفسار من مكتب رئيس الوزراء اللي هي مكتب مكافحه الفساد على ضوء كتاب او شكوى من احد النواب، يرسل الى مكتب مكافحه الفساد ويرسل الى الوزير. أخبر رئيس الوزراء قال له معقوله انت تدز لي استفسار على اسئله؟ هو دز عليه يقول لي تعال هاي شنو انا اقول لك يا. قال رئيس الوزراء لا يا هذا الكلام مو دقيق ترى، يعني احنا هذا الكلام الكتاب اكيد مزور. يقول خلص افتى ورا ثلاث ايام قال لا صحيح هذا الكتاب. فيبدو يعني يبدو ان رئيس الوزراء ما يدري يعني ما يعرف ايش يصير بمكتبه ومن يدز وراه. هذا ما قال لي هو سيد الوزير نفسه. فهذا يبدو هذه القضايا تصير بهالطريقة. هذا الوزير يعني لا يشوف أحد يسند لا برئاسة الوزراء ولا بالمؤسسة التشريعية ولا الأحزاب ولا يعني بقاء شنو هو عنده، ما عنده مصلحة. لو عنده مصلحة كان هذه القضايا كلها يضربها عرض الحائط. لو عنده مصلحة بعقود وفساد روح اوصل الصبح، ظل احكي الصبح ما عنده مشكلة، صح ولا لا؟ زين المشكلة هذه سيادة النائب ان الفاسد محمي سياسيا وربما مو بس سياسيا ربما بتفاصيل اخرى، والنزيه اي حماية ما اله. اعطيك نموذج، مجموعة من السياسيين اسمائهم وزارة عقوبات وزارة الخزانة الامريكية، وبعدين ورا ما وردت اسمائهم قدمت وزارة الخزانة الامريكية ادلة واطلعت العالم كله على هاي الادلة. احنا لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم، لا قضاء ولا لجنة نزاهة ولا هيئة نزاهة ولا ديوان رقابة مالية. يا أخي ليش هسه هاي وحدة من الأشياء يجيك واحد يقول لك يا أخي هذا فاسد وهاي الأدلة، على الأقل أسوي تحقيق. يعني هذه القضية صارت فزعة بعدين، دول عراقيين وما نقبل وواضح. أكيد وأنا أضم صوتي للي يقول ما نقبل. شوف خليني أحكي لك، مو ما نقبل لأنه فاسدين نصبح لا مو هيش القضية، مو بهالطريقة. أما أنت قاعد في أمريكا وتقول لي والله أكو فساد على الفلان مسؤول وتصدر منه مك عقوبات وتسوي كذا وكذا وإحنا ما ندري مثل أطرش بالزفة قاعدين بالحكومة العراقية، هذا غير مقبول. أنت عند الله أهلا وسهلا تعال. شنو الغير مقبول عيني سيادة النائب؟ هو عقوبات تخص حركة الأموال، تخص أملاكه خارج العراق، تخصه. ماشي أنا ما أقول لك قد يكون بهم فاسدين، الله أعلم، ما أقدر أقول لك. لكن تجيب هاي الأدلة مالتك، تفضل يا حكومة عراقية سلمها بشكل رسمي، شوف الحكومة العراقية اتخذت إجراءات، خلص ما اتخذت إجراءات ذاك الوقت تسوي ما تشاء. الله عليك سيادة النائب، أنت مقتنع الحكومة العراقية راح تسوي إجراءات؟ ليش ما تسوي إجراءات؟ ما سويت قبل حتى تسوي هسه. لا هي مو قضية حكومة وإنما لجنة هيئة النزاهة، تقدر تحرك أي دعوة. ليش مو مسؤولين كبار؟ والله أي مواطن يعني مو نحكم منهم والله أعطيني ما عندك أسماء تعرف؟ لا مو أسماء، ما معروفين وين انحكموا؟ انحكم وطلع، أو انحكم ودفع كفالة وطلعوا بتسوية سياسية معينة ميزوا. يا حساني ما أرد أذكر أسماء، بس واقعا أنا ما عندي أحد بالسجن. هذا الموضوع صار يخص القضاء، احنا نحكي فيما يخص إحالات للقضاء موجودة وكثيرة وحكم قسم منهم، يعني احنا لا. وبعدين صار الأعمال السياسية احنا لا نبسط الأمور بهذه الطريقة انه كل شيء ماكو والكل فاسدين طلعوا، لا واكو محمية، اكو أمريكا حمتهم، ليش ما تجيبون ذاك اللي حامينا أمريكا اللي منا هربوا ودوا له هناك هو فاسد ويعرفون بالتفاصيل، ليش تعاقب اللي هنا؟ جيب لي ذاكهم، صح؟
والله هي قصة لا لا مو قصة صح وغلط. ذاك اللي اعتقلوه وعليه فساد ويطبون الأمريكان ويطلعوه يودوه ليهم لهناك بس معزز مكرم بس هو بالأخير ليش ذاك مو أنفاسي عزيزي سيادة النائب. المحصل أنه الحكومة العراقية واللجان الرقابية ومجلس النواب غير قادرة بالدليل القاطع على فحة الفساد ومجابهته أو على الأقل الحد منه. لا شوف أنا بموجب المعطيات اللي أنا قلت لك إياها من البداية قلت لك إياها صعب جدا مكافحة الفساد بالعراق. هذا أقول لك إياها ما أخفيت عنك في شيء أو أقول لك لا وخلاص رح ننهي الفساد. لا إحنا عندنا قانون هذا ممكن إنه إذا طبق بالمناسبة لأنه إحنا أصدرنا قوانين بالدورة الماضية ما طبقت الحكومة السابقة ولا الحالية. أنا عندي قانون هذا 72 اللي يعيد النظر في كل البيوعات اللي باعتها الحكومة قصور وغيرها. عندي سؤالين بهذا الوقت استقد نكون نأخذ من المخرج وقت أكثر. السؤال الأول يتعلق بعقارات الدولة. إحنا نعيش بحملة إزالة العشوائيات وهسه بجانب ما هي إيجابية ومن جانب آخر هي سلبية جدا. صح. سلبية جدا ليش؟ لأن الحكومة عافت المسؤولين والأغنياء واللي عندهم فلوس وتجاوزاتهم أكبر وراحت على فقراء ومهمشين وناس بسطاء. عقارات الدولة بيها أزمة كبيرة وبيها تجاوز يمكن يبدأ ولا ينتهي ولحد الآن أي إجراء أو نية لاتخاذ إجراء غير موجود. أولا لا نميز بين مسؤول وفقير. القانون واحد يفترض ما يميز بين هذا قولين. هذا اتفق وياك بس فعلا تمييز واقعي هذا حقيقة. مفروض القانون يطبق على الفقير وعلى المسؤول وعلى المليونير. القانون هو هذا يفترض. أنا لست مع أنه العشوائيات لازم تبقى ولازم كذا. لا هذا مو صحيح. هذا التجاوزات يجب أن تزال ويجب أن تزيلها الدولة وبقوة. يعني عيب أصلا مخزي هاي التجاوزات. لكن ذول الفقراء اللي قاعدين هناك هاي واجب الدولة أن توفر لهم السكن الملائم. أنت من تفلش بيته وعنده أطفال لازم تفكر هذا وين راح يروح. ما يصير تشرد المواطن مالك ولا تنطي جيعان. لكن تبقي هاي الحالة مال التجاوز بهذه الطريقة أكبر خطأ. جريمة ترتكب هذه. يجب أن تنتهي التجاوزات. لكنه عملية بناء هي عملية صعبة. هاي البناء البيوت واطية الكلفة. هاي بشهر تبني لك 20 بيت مو 30 بيت تبني بالشهر. الشركة تقدر تبني مئات البيوت تقدر تبنيها بظرف 3-4 أشهر. صعبة؟ والله مو صعب. بس إرادة ماكو. نية ماكو. نية صادقة ماكو. إرادة ما أعرف يعني شو اللي ديسه. التجاوز على عقارات الدولة نسبته كبيرة جدا. التجاوز على عقارات الدولة شوف أنا متابع من الدورة الماضية وأصدرت قانون 72 اللي هو أموال النظام السابق ومن ضمنها كانت مادة إعادة النظر بكل البيوعات اللي جرت على أملاك النظام السابق وأملاك الدولة. أملاك الدولة بسعر بخس. قصور، بيوت، قطع إلى آخره. ولم يعاد النظر بذلك. ولا رغم من وجود. لا حكومة سيد العبادي قامت بهذا ما طبقت هذا القانون. ولا حكومة سيد عبد المهدي طبقت هذا القانون. ولحد الآن مركون على الرف. طيب. طبقوا جزء. شنو حجم هذا؟ هاي مشكلة عقارات الدولة. شنو حجمها؟ هو الحجم كبير صراحة مو بسيط يعني. الكل مشتركين به. يعني أقدر أقول بهالشكل. شوف أنا رئيس إحنا شكلنا لجان فرعية قلت لك. أنا رئيس لجنة العقارات. زين. في لجنة النزاهة. طيب. لجنة النزاهة عندي أنا على الأقل أتحدث لك الآن عن المنطقة الخضراء. ما راح أتحدث لك عن البرة. زين. البرة اللي بها قانون 72 أعتقد يكفي وزايد خلي طبقوه. ما يحتاج إنه يومية لجنة العقارات. طبقوا قانون 72 تنتهي القضية. فيما يخص الخضراء. الخضراء. أكو بيوت قاعدين بها بدون إيجار. عفترة. جاي ومستولي عليه وقاعد. مستولي عليه. أكو بيوت لا بها موافقة. لكن عليه طبعا هي هنا الآلية الخضراء شلون تصير موافقة دائرة العقارات في مجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء. أكو دائرة عقارات مختصة بالخضراء توافق لك هذه تحولها وين لعقارات الدولة حتى تأخذ منك تنظم لك عقد تأخذ إيجار. هو يأخذ الكتاب منا ما يروح لعقارات الدولة وقاعد بالبيت وبالتالي ما يدفع إيجار. ما يدفع. إحنا قلنا لهم لعقارات الدولة مجلس الوزراء قلنا لهم يا أخواني حتى لا نسوي لكم هوسة وفوضى وما أدري إيش عالجوا هاي القضية بسرعة بلغوا هذولا إما يخلون أو يدفعون إيجار حتى تنتهي القضية. بل أمانة بدأوا بحملهم الناس. الآن هم بادين مكتب العقارات اللي في داخل الخضراء. لا أخلوا بعض الدور. أخليت وبعضها لا زالت وبعضها مسؤولين كبار يعني زعماء طبعا. فبالتالي إحنا ننتظر
دائرة عقارات الدولة، عفوا مكتب عقارات في مكتب رئيس الوزراء، أن ينتهي من هذه القضية. إذا ما استطاع راح نتدخل إحنا كلجنة نزاهة بقوة بهذا المجال. إيش قد حجم التجاوز على عقارات الدولة في المنطقة الخضراء؟ إيش قد من المية؟ من مية تقريبا 30% تجاوز. أي. مو أكثر شوي؟ لا مش 30% قليل. لا مو أنا عندي هسه لو يعني كان طلع لك الجرد عندي كامل. هذا إيجار، هذا كذا موجودة. زين سؤال آخر. أنا رايح ماخذ موافقة من هذه إدارة العقاري وما أعرف مكتب العقاري، ورايح للعقارات الدولة مسوي لي عقد. إيش قد الإيجار؟ بيت 600 متر. لا الإيجار على الراتب الإسمي، راتب نسبة من الراتب، راتبك. زين إيش قد؟ أنت يعني موظف، ما هو ما يعطون لغير الموظف، لازم يكون موظف أنت. إيش قد يطلع؟ يمكن 8% أو 7% يمكن من الراتب، يعني من الراتب الاسمي. أيه. وبالعادة الراتب الاسمي يكون منخفض، يعني ما يكون تضاف إلى الامتيازات ويصعد حسب الوظيفة. وظيفتك شنو أنت؟ بالأخير يطلع واطئ، مو يعني الوزير 5 مليون مثلا. 5 مليون يعني مو كلفته الحقيقية بالأخير يطلع، يعني يطلع مو كلفة الإيجار. يعني كده أخذ الوزير أو النائب سيرد بغض النظر هو جيد، هذا موضوعي. لا هو على مستوى دولة ما راح تشعر رئيس وزراء، رئيس وزراء يقعد بلاش ما يدفع فلوس. وزير ونائب غير هي هذه. أكو غيرهم من دولة ماكو. إيش يأخذ هو؟ يأخذ 7 ملايين، 5 ملايين الاسم مالته، ويأخذ من النسبة من 5 ملايين. انتهى الموضوع. وسبعة بالمئة 300 ألف. لا 400 وشوي يمكن 450 يطلع. 405. على كل حال قبل النهاية أريد أسألك عن ما ورد في تقرير تلفزيوني اتهم الوقف السني واتهم العتبات إدارة العتبات المقدسة بشبهات فساد إداري. صارت حملة سياسية للإدانة واتخذ إجراء على هاي القناة الفضائية، بالمقابل ماكو لجنة رقابية أو متعلقة بهذا الأمر، طلبت الوثائق أو فتحت تحقيق وراحت بهذا الاتجاه. عندنا فساد مقدس كعتبات، ما عندنا معلومات بصراحه بغض النظر. لكن انا اقول بشكل عام، لا احكي لك، انا ما هسه راح اجيك، انا ما جامل احد ترى بالموضوع، لا تصدق. زين العتبات ما عندنا اي معلومات. العتبات معلوماتنا انه اكو رقابه الماليه هي تراقب حسب معلومات حساباتهم. واما الوقف السني والوقف الشيعي لا، انا اقول لك بيه فساد، وحتى الوقف الاخر للديانات بيه فساد وفساد كبير. ويجيني مكتب المفتش العام يكتب لي لا توجد مخالفات أو مخالفة واحدة موجودة وانتهت القضية. موجودة الفساد أخوي، ما مو يعني هذا مؤكد، وفساد كبير وبحجم كبير. يعني فساد موجود هسه، كبير صغير موجود الفساد أخوي. في الوقف الشيعي ولا في الوقف السني؟ وإحنا أيضا هذا القضية متابعينها، وأيضا راح نبدي بها إن شاء الله قريبا. راح هو يسموه الفساد المقدس، اي بمعنى لا شنو مقدس، هم موظفين احيط قداسه بشخص ما او جهه ما واقول تجاوز عليها، تجاوز على القداسه. كل القداسه للوقف السني او الشيعي ماكو، هم موظفين. شنو قداستهم؟ موظف انت تدير قضايا معينه، ما بكو قداسه لهالموضوع نهائيا. العتبات مقدسه نعم، لكن الوقف السني والشيعي شنو؟ رئيس لجنة النزاهة النيابية ورئيس كتلة وطن النيابية أيضا السيد هشام السهيل، أشكر جنابك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وأنتم سادتي المشاهدين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ألتقيكم في حوارات مقبلة بإذن الله تعالى. شكرا. يا مرحبا.